السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أصدقائي أينما كنتم، وتحية طيبة مني إليكم. أولا كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات وعلى يعني التعليقات الزوينة ديالكم. التعليقات بطبيعة الحال هي مشجعة، لأن هذوك التعليقات المحفزة هي اللي خلاتني نزيد ندير هذه الفيديوهات في هذا المجال. واخا هذه الفيديوهات هادو يعني ما مطلوبينش من اليوتيوب، ووصلوني بعض الإنذارات من اليوتيوب، ومع ذلك يعني انا مستمر معكم ان شاء الله، لان معلومه خصنا نوصلوها ونبارطاجيوها باش كلشي يستافد، ونتمنى لكم التوفيق للجميع. بالنسبه لواحد الملاحظه بسيطه قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا، يعني بعض الاصدقاء جزاهم الله خيرا يعني كيقول لك مثلا، يعني كتكتب في تعليق كاتب كذاب او الكاذب، او يا اخي علاش كيلقى حتى كيلقى في العنوان امتحان الموحد 2020 وكيمشي وكنصحو حنايا ديال شي نموذج اللي هو قديم ولا شي امتحان قديم، كيقول لك كذب. يا اخي انا ما كنقولكش، كنقولش ان هذا الامتحان هذا راه هذا الامتحان هو اللي غادي تحط لك هاد الدوره هذه، ولا هذا الامتحان هذا راه هو اللي غادي كاين. حنا اش كندير 2020؟ لاننا استعداد في الامتحان ديال 2020، وبالتالي حنا كنستعدو للامتحان ديال 2020. ماشي كنقول لك انا هذا الامتحان هو اللي غادي يتحط، وانما كنخدمو امثله بالنسبه للتكنولوجيا. يعني بالنسبه لي انايا يعني الاستاذ ما غاديش يهرب لك على داكشي اللي كنخدمو حنا في الامتحان، يعني هذوك امثله نماذج امتحانات سابقه باش انت تبني عليهم الافكار ديالك وتاخذ واحد الفكره يعني على الامتحان كيفاش كيتحط. هذا هو الهدف من داك العنوان اللي كتلقى في 2020 استعدادا لهذا الامتحان هذا اللي حنا بدورت 2020. اذا هادشي اللي كاين، ومع ذلك يعني ما عليناش، حنا مستمرين يعني واخا ما عندناش مشكل. اذا كما قلت لكم يعني في هذا الفيديو هذا يعني غادي نقول لكم التعاريف اللي خصهم يتحفظوا، واخا انا كنحاول نتجنب هذا المصطلح ديال الحفظ، لان في ماده التكنولوجيا ما خصوش يكون حفظ، خصو يكون فهم، الفهم من الدرجه الاولى. وبالتالي كنطلب منك انك هذه المفاهيم هذو اللي غنعطيك هنايا حاول تفهمهم ماشي تحفظهم. اذا اهم المفاهيم وهي المنظمة التقنية، المفاهيم خصك تكون عارفها وتكون ضابطها، وهي اولا المنظمة التقنية. المنظمة التقنية يعني التعريف ديالو هو مجموعة من العناصر المنظمة والمتفاعلة فيما بينها، والموجهة لتحقيق قيمة مضافة على مادة العمل. انا ما غاديش نشرح لك هادو، انا غادي فقط نعطيك لمحة ليهم وانت قلب عليهم باش تركز عليهم. يعني هادو هما المفاهيم هادو خصك تضبطهم. بالنسبة للمنظمة التقنية كما كنعرفو جميع، يعني خصك تضبطهم ثلاثة اللي هما المنظمة التقنية في المنظم الأولي، فيه المنظم الممكنن، وفيه المنظم الآلي. يعني خصك تضبط هادو، خصك تضبطهم هادو بدون نقاش، غادي تلقى عليهم واحد جوج نقاط في الفرد ولا ثلاثة نقاط، غادي تلقى عليهم بدون شك، وبالتالي خصك تفهمهم ما أمكن، ماشي تحفظهم وإنما تفهمهم. أيضا مادة العمل، مادة العمل هي المادة التي يشتغل عليها المنظم، وتهي ثلاثة ديال الأنواع فقط، أنواع اللي هي معلومة، طاقة، ومادة. مادة العمل خصك تحفظها. القيمة المضافة هي التحول الذي يقع على مادة العمل، هذا خصك تفهمو وتحفظو. الجزء الآمر، يعني الجزء الآمر هو الذي يستقبل التعليمات من الوسط الخارجي ويحولها إلى أوامر ترسل إلى الجزء المعتمل. الجزء المعتمل هو المنظم، هو الجزء الذي يستقبل الأوامر من الجزء الآمر ويشتغل مباشرة على مادة العمل ليعطيها قيمة مضافة. ثم الملتقط، الملتقط هو كل عنصر قادر على التقاط مقدار فيزيائي معين من محيطه الخارجي. هادو أهم المفاهيم، يعني دوك علاش بغيت نحدد لكم هادو، لأن كاين البعض اللي غادي يمشي يحفظ شي حوايج اللي هما لا داعي. مثلا نزيد واحد الحاجة أخرى هنايا اللي هي دراسة الجدول، اللي هي دفتر التحملات الوظيفي، هذا خصكم تضبطوه. دفتر التحملات الوظيفي حتى هو ده خصو تفهمو وتحفظو، هادو يقدرو تحطو. هادو هما التعاريف اللي يقدرو تحطو، خصك تفهمهم وتضبطهم مزيان. انا شخصيا قليل في كندير التعاريف، لان كيهمني الفهم، وحتى الا فهم خدمت لي التعريف بالطريقة اللي هي انك فاهم ما عندناش مشكل. اذا هادو علاش قلت لكم هادو، لان باش ما تمشيوش تحفظو شي حوايج، مثلا تحفظ دراسة الجدوى،
كاين اللي غادي يحفظ بيان الوظائف، كاين اللي غادي يحفظ صياغة الوظائف. هادو ما كيتحفظوش، هادو هما التعاريف التقنية اللي خصك تحفظهم. هاد الفيديو هذا بطبيعة الحال ماشي طول، فقط بغيت ندير الإشارة هذا لهاد التعاريف باش ما تضيعوش الوقت ديالكم في شي تعاريف اللي هي يعني لا داعي، شي تعاريف اللي هي خصك تطبقها ماشي تحفظها. اذا هادشي اللي نقدر نقول لكم في هذا الفيديو، وشكرا مره اخرى على التعاليق الزوينه ديالكم والتعاليق المشجعه، وكنعتذر الا ما جاوبتكش بشي تعليق لان كاين تعليقات بزاف وبالتالي مايمكنش نجاوب كل شيء. بالنسبه مازال غنديروا حاجه وهذا اللي مازال غنخدم معكم، وهي الرياضيات. مازال غنديروا واحد الفرض ديال الرياضي، واحد الامتحان ديال الرياضيات، نخدموا شي نموذج سابق. وبالنسبة لليوم الأخير اللي هو اليوم الأحد، نتمنى تخليه للراحة باش كلشي مرتاح، تكون ترتاح فيه وتستعد الامتحان ديالك اللي هو غادي يكون مجرد فرض يعني أو مجرد تمارين بسيطة، يعني لذلك لا داعي للضغط ولا داعي باش يكون عندك واحد التوتر إلى غير ذلك. ومتمنياتي لكم بالتوفيق وإلى فيديو آخر بإذن الله.